دخل الإقليم الشمالي ميدان صناعة البترولية بعد تدشين مصفات البترول في مدينة حمص، إحدى محافظات الإقليم الشمالي الزاخرة بالسكان والمنشآت الحديثة الجديدة. لقد أنى لمدينة حمص التي شهدت الأحداث التاريخية عبر السنين أن تتبوأ مكانها المرموق في عالم الصناعة. كان إنشاء مصفات البترول في حمص أكبر مشروع إنشائي أمكن تحقيقه حتى الآن في الإقليم الشمالي، لأن هذه المصفاة ستمكن الإقليم من تكرير البترول الخام، وبذلك نتخلص من محاولات الضغط التي كانت شركات البترول الأجنبية تستخدمها كلما تعرض الإقليم لمآزق صعبة. وتقوم المصفاة على أرض مساحتها 57 هكتارا غربي حمص، ويبلغ إنتاجها السنوي 1,000,000 طن من مختلف منتجات البترول.